احبائي بقدم لكم باسمي وباسم البرنامج وباسم القناه كلها كل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل وكل حاجه حلوه تقولوها على البركه اللي بعتوها لاخوه الرب علشان شنطه اكل العيد. حقيقي بجد من غيركم احنا ما كناش قدرنا نعمل ولا حاجه ولا حاجه. ربنا يبارككم ويبارك عطاياكم دايما، وبتمنى لكم من قلبي ان كل الدعاوي اللي الناس البسيطه دي بعتتها تكون من نصيبكم. حقيقي بجد فرحتوهم وفرحتونا، وايد ربنا كانت شغاله لاخر وقت لاخر وقت. كنا على التليفونات وحاجات بتنضاف وبركات بتيجي، وربنا جميل جميل جميل. بشكركم حبايبي على كل الدعم والمحبه اللي قدمتوها لاخوه الرب، الناس اللي كانوا مستنيين البركه دي في عيد القيامه. بشكر التيم الجميل اللي انا يعني متباركه بيه، مش قادره اقول لكم قد ايه، اللي على التليفونات اللي كانوا هممهم جدا انهم يوصلوا لكم احتياج الناس دول، وكانوا بيتواصلوا معاكم باستمرار ومتابعين معاكم احنا واصلين لفين وايه اللي بيحصل. تعبوا جدا جدا معانا الفتره اللي فاتت علشان خاطر نجمع اكبر مبلغ نقدر نتحصل عليه علشان خاطر نعمل الفرحه اللي هتشوفوها دلوقتي في الفيديو اللي هنعرضه. بشكركم جدا جدا، فريق الجميل اللي معايا، مدام نرجس، مدام منال، مدام سخاء، مدام سالي، مدام رشا، كركورة، كارول الجميلة، بشكرهم كلهم كلهم على المحبة والتعب اللي تعبوه علشان الأمر ده. مش هنسى كمان الشكر، كل الشكر كمان لمندوبينا اللي موجودين في مصر اللي تعبوا جدا علشان يلاقوا أحسن سعر علشان نبعت أكتر لناس أكتر. جورج في اسكندرية، ممدوح في القاهرة اللي تهلك معايا أنا عارفة، وأحبائنا في الصعيد. وشكر كمان للأباء الكهنة اللي راحت لهم البركة لحد عندهم في كنايسهم، إنهم تعاونوا معانا وهم كملوا بقية التوزيع على الأحباء اللي عندهم في الكنايس. شكر كمان للأباء في الدويقة وكفر الشيخ الخصوص، يعني مش عايزة أنسى حد يعني، وبعض قرى الصعيد طبعا. باسم كل الأحباء اللي انتوا فرحتوهم بنقول لكم شكرا ليكم، وربنا يبارككم ويبارك عطاياكم ويديكم سؤل قلوبكم، أمين. نشوف سوا شنطة العيد والبركة والفرحة اللي انتوا رسمتوها على وجوه الناس دي وقلوبهم. تفضلوا. بسخاء يحب الرب، يعني يجي لك واحد فقير ويقول لك محتاج للسبعين جنيه أقضي بيهم مشكلتي، قول له خد أدمية. يعني ما تكونش كده مدقق بشكل صعب، يعني مبدأ كبير في العطاء هو الإعطاء من العوز. مثلما أعطت أرملة صرفة صيدا أيام إيليا، ما كانش عندها حاجة خالص وقت المجاعة غير شوية دقيق وشوية زيت، قالت أعمل بيهم فطيرة أنا وابني ونموت. فجه إيليا النبي فأعطته من أعوازها، وزي المرأة اللي قدمت الفلسين من أعوازها. فالإعطاء من الأعواز فضيلة كبيرة، وزي الراهب اللي جيت سيرته في البستان، إنه مر ورأى رجل محتاج لثوب فإداله ثوب وهو محتاج إليه، ولقى واحد تاني فقير ومعندوش حاجة يديها، فيش غير إنجيله، باع إنجيله وإداهوه. الذي يعطي من أعوازه يأخذ بركة أكثر من الذي يعطي من فضلاته، يأخذ بركة أكثر. كذلك هناك مبدأ في العطاء وهو العطاء بالسخاء بكرم،
بيقول المعطي بسخاء يحب الرب. يعني يجي لك واحد فقير ويقول لك محتاج للسبعين جنيه أقضي بيهم مشكلتي، قول له خد أدي مية. يعني ما تكونش كده مدقق بشكل صعب يعني. أو زي مثلا العطاء في البيع والشراء، في واحد يشتري حاجة فيدقق في الثمن بحيث يعصر البائع. وليه يعمل كده؟ ما يخليه مهاود ولو يدي بزيادة، ما جراش حاجة. متشكرين على كرتونة العيد، وانتوا يعني بشكركم قوي على وقفتكم معايا من الاول للاخر، وجبت لي كل حاجه كنت محتاجاها، وبتساعدوني في بركه العيد، وكل حاجه كان نفسي فيها صراحه عملتها لي، والف شكرا لك صراحه. شكرا على كرتونة العيد، وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم. انتوا كل عيد دايما فاكريننا، ما بتنسوناش، بتبعتوا لنا البركه وبزياده بتكفي. ربنا يخليكم لينا ويخلي كل واحد بيدعم القناه لينا وبيدينا وقناه سي سات لينا. متشكرين قوي. شكرا لقناه سي سات، متشكره قوي على الهديه. تعيشوا كل سنه، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكم لينا. شكرا قناه سي سات، وشكرا على بركه العيد، وشكرا انتوا افتكرتونا، وتعيشوا كل سنه. كل سنة وانتم طيبين، متشكرين جدا على شنطة العيد، بشكركم ان انتم ما بتنسوناش. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين بقناة اولاد الملك، وكتر خيركم على البركة اللي انتم وعدتها لنا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يقعد عليكم الايام بخير، وشكرا على تعبكم، واشكر القناة جدا، واحنا ربنا اللي عالم بظروفنا، ظروفنا تعبانة ولولا الحاجات دي. اشكركم جدا. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم بخير، وبعودها لكل سنة. كل سنة وانتم طيبين، ونشكركم على كرتونة العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم بخير يا رب، وانتم بخيرين بركم الأرامل. ده احنا نشكركم كتير قوي. طيبين، وربنا يخليكم، ودايماً تجيبوا لنا حتى العيد، وفيكم بركة. كل سنة وانتم طيبين، ومشكركم على كرتونة العيد، ومشكرين قوي، وربنا يبارككم، وألف شكر على الكرتونة. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا على حتي العيد، وربنا يخليكم ويبارك فيكم. طيبين، وعارفين الظروف دي صعبة، وانتم ما نسيتناش، وألف شكر ليكم. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، وكتر خيركم على اللي انتم بعتوه، وعارفين ان الدنيا صعبة، وكتر خيركم من شنطة اولاد الملك. كل سنة وانتم طيبين، بشكركم كتير قوي على البركة دي في الحالة طبعا اللي احنا فيها دي صعبة، واشكركم على الحاجة الحلوة انتم بعتها عنها. شكرا لقناة سي سات على بركة العيد، وشكرا لكل حبايبنا، ونشكر الرب يسوع على بركته معنا، ونقول لحضرتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. نشكر قناة سي سات، طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا نشكركم قوي ان انتم ما بتسيبوناش في اي حاجه، وربنا يخليكم لينا، وتعيشوا كل سنه، كل سنه وانتم طيبين. خير، طبعا انا بشكر قناه سي سات على الكرتونه الجميله دي. كل سنه وانتم طيبين، طبعا وسط الغلا واللي احنا فيه برضو ما بتنسوناش. تعيشوا وتعيدوا، وتعيشوا وتجيبوا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لسي سات على اللي هتعملوه معانا، وكتر خيركم في ظروف البلد اللي احنا فيها، ومش ناسينا، والحمد لله، وربنا يديكم وكتر كمان وكمان، وتعترفوا بالناس الغلابة يا رب، وتخلي بالكم منهم، ويخليكم لينا يا رب على طول. كل سنة وقناة سي سات بخير وصحة، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا على بركة العيد، وربنا يعوضكم كل خير.
كل سنة وقناة سي سات بخير، ومتشكرين على بركة العيد وتعيشوا لكل سنة. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا على الشنطة وعلى الكحك بتاع العيد، ومتشكرين. شكرا. ماشي، كتر ألف خيركم على كل اللي بتعملوه، وانا مش عارفة عجزة عن الشكر. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم بخير. واشكركم على الكرتونة اللي بعتوها لي وعلبة البسكوت، يعني الواحد كان بيشوفها في الفران وما قدرش يجيبها. وانتوا تشكروا، وربنا يكافئكم على كل خير. كل سنة وانتوا طيبين. أشكركم جدا، وكل سنة وانتوا طيبين. شكرا على محبتكم، وربنا يا رب يرزقكم يا رب. كل سنة وحضركم طيبين، وأشكر قناة سي سين على البركة اللي هي بعتها لنا وفي الظروف الصعبة. وأشكركم جدا إن انتوا واقفين معانا ومسايبيننا. ونشكر ربنا ونشكر يسوع على كل اللي انتوا بتدهولنا، وكتر خيركم على البركه اللي انتوا بعتلها لنا. سنه وانتم طيبين لقناه سيسات، وربنا يخليكم لينا وتعيشوا لكل مره. وشكرا لكل واحد بيساهم في القناه، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يخليكم لينا. متشكرين لبركة العيد، وكل سنة وانتم طيبين، وشكرا على البركة اللي جات من عندكم، وحقيقة انتم بتساعدوا الأرامل، وشكرا لكم كتير. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا على البركة بتاعت العيد، وتعيشوا لكل سنة ورب. شكرا. بنشكر القناة على بركة العيد اللي بعتنها لنا بالنسبة للكرتونة وعلبة الكحك، وكتر خيركم وعقبال السنة الجاية، وربنا يخليكم لينا. ومش عارفين نقول لكم مع الحاجات اللي بتقضوها لنا وبتعملوها لنا، وكتر ألف ألف خيركم. كنتوا بسات. شكرا وكتر خيركم، نشكركم ونشكر محبتكم، وإن كنتوا بتجونا لحياة البيت، وربنا يجزكم كل خير وألف شكر. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، أشكر قناة سي سات على الحاجة الحلوة وكرتونة العيد. أشكركم وتعيشوا كل سنة، حتى الحاجة الحلوة ما نسيتوهاش، كحك وبسكوت. أشكركم وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وقناة سي سات طيبين، وكل الأعضاء اللي ماسكين اللي ورا الكاميرات وأمام الكاميرات، وكل إخواتنا كل سنة هم طيبين. ربنا يحافظ عليكم على الهدايا والحاجات الحلوة اللي بتقدموها لنا، وبالنسبة الأعياد ما بتسيبوناش، وغير الأعياد كمان ما بتسيبوناش. ربنا يحافظ عليكم ويراعيكم زي ما بتراعونا وبتحافظوا علينا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، ومتشكرين انتم كنتوا لنا في أيام العيد دي، ومسبتناش في أيام الزنقة دي، وبتجولنا في كل عيد. كل سنة وانتم طيبين، اللي انتم بتجولنا البركة لغاية عندنا. كل سنة وانتم طيبين، وألف ألف شكرا على الحاجة دي بجد. انتم دايما خيركم معانا، وربنا يخليكم لينا، احنا عايشين ببركتكم، وألف شكر ليكم. كل سنة وانتم طيبين، وألف شكر بجد على البركة، وربنا يخليكم ليا بجد، احنا عايشين على البركة دي. وعقبال كل عيد انتوا دايما مش ناسينا، وربنا يعوضكم بجد على كل اللي انتوا بتعملوه معانا، ده كتير فعلا، والبركة جد، والبركة جميلة قوي قوي قوي. شكرا بجد. كل سنة وانتم طيبين، متشكرين على كل اللي انتوا بتجيبوه وعلى قناة سياسات، متشكرين على كل تعبكم لكل أي حد بتجيبوا له أي حاجة. شكرا عليكم كلكم، شكرين. كل سنة وانتم طيبين، وقناة سيسات، وشكرا على بركة العيد. العطاء ليس منك، إنما العطاء هو من الله، وانت مجرد موصل مال الله
إلى أولاد الله. بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد الأمين. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة عيد القيامة المجيد خرسوس أنستي أنسوس أنستي المسيح قام بالحقيقة قام. وفي هذه المناسبة العظيمة جدا بهني قناة سي سات والعاملين بيها وكل سامعيها في أنحاء العالم كله. القمص أبانوب لويس كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأسرية بسمنود غربية. شكرا لكم أحبائي على كل المحبة اللي بينتوها للناس المستنية ده من بدري قوي ومتوقع ده منكم. وبشكر كل حد كان هو اللي بيتصل بينا ويبادر يا جماعة انتوا هتبتدوا شنطة العيد امتى. في ناس قلبها حلو جدا جدا جدا. احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا وصلنا البركة دي لولاد الملك. صحيح يسوع معاكم ويبارككم ويبارك كل حد كان ليه مجهود وتعب في الامر ده والفرحة دي تبقى في قلوب وعيون على عيون الناس. يسوع معاكم ويفرح قلوبكم زي ما فرحتوهم.